حد ينزل الحاجات دي. لا انا عايز حد ينزلها حتى من خط الصور دلوقتي. برضه عامل الشوكة المناولة. ناخد الحبة دول وانزل بقى. خلاص حبيبي حبيبي. موجودين هنا بوابة أخبار اليوم في أحد مصانع تدوير القمامة وبالتحديد مدينة أجا بمحافظة الدقهلية. احنا هنا موجودين في سير الفرز وزي ما احنا شايفين السير ماشي علشان ينزل في حتة معينة ويتم الفرز. هنعرف أكتر من الأستاذ عبدو محمدين مدير عام الشؤون البيئية والمخلفات الصحية بمحافظة الدقهلية. في كلام كتير قوي عايز استفسر منه، بس اشرح لنا الاول احنا هنا ايه وبنعمل ايه. تحت امرك. هو احنا هنا في مصنع تدوير المخلفات بأجا. المصنع ده اللي كانت الطاقه التصميميه بتاعته 320 طن يوم، واحنا بتكلفه ذاتيه من محافظه الدقهليه رفعنا الطاقه التصميميه بتاعته وقعدنا تاهيله ان هو يوصل ل 600 طن يوم. هو والمصنع بتاعي 600 طن يومي. 600 طن يومي. ده بالاضافه لمصنعين تانيين كمان اتعملوا بدون تكلفه الدوله اي حاجه. ده محافظه الدقهليه صورتهم ذاتي، اللي هو مصنع السنبلاوين ومصنع بلقاس. عندنا ثلاث مصانع شغالين دلوقتي تم تطويرهم في الشارع بجهود المحافظه الذاتيه. يعني ايه موضوع التطوير الذاتي للثلاث مصانع دول؟ ان في خطه تطوير البنيه التحتيه لمنظومه المخلفات الصلبه، ده خطه طموحه تبناها السيد رئيس الجمهوريه ان هو يطور منظومه المخلفات الصلبه في مصر بالكامل. احنا داخلين في الموضوع دوت بعده مصانع، هتتعمل مصانع جديده خالص ماشي. واحنا كمحافظه برضه كنا حريصين نستفيد بما هو موجود، فكان عندنا مصانع اللي هم ثلاث مصانع، احد المصانع اللي احنا موجودين فيها الوقت ده كان عندنا مصانع قديمه، احنا حاولنا ان احنا نطورها ونجهزها بجهد ذاتي في محافظه الدقهليه وشغلناها ورفعنا الطاقه التصميميه بتاعتها انها تستوعب 1500 طن باليوم. بالإضافة إلى المصانع اللي جاري تطويرها ضمن الخطة، خطة الدولة في المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة. يعني إيه رفعنا بجهد ذاتي من المحافظة؟ يعني هل تعمل من المحافظة؟ مش فاهم. يعني يا فندم دي الشركة المشغلة، شركة إيكارو اللي هي متعاقدة مع محافظة الدقهلية، حصلت ديل بيننا وبين الشركة إن أنا هسلمها المعدات اللي موجودة دلوقتي. المعدات كانت طبعًا متهالكة لأن الخط اللي إحنا موجودين فيه ده إنتاج سنة 97. فقدرنا نعمل عقد مع الشركه ان هي من ضمن السعر بتاع الخدمه ان هي هتعيد تاهيل المصانع على حسابها الخاص. بدون تكلفه للمحافظه، بدون تكلفه للدوله. بما ان انت قلت شركه وتعاقد، خليني اقول لك برضو كان الشركه اللي كانت قائمه حوالي 2012 موجوده وكانت شغاله ب 59 جنيه، وبعد كده تم التعاقد معاها من جديد بسعر 6. يعني دي كل العبوات البلاستيك مكانها المنطقه دي. وبالتالي كل مخرج هيجيب حاجه. بص بقى عدد عمال موجودين، بس لان الحاجه اللي الشغل
احنا هنا المفروض نستقبل 600 طن يوميا، لكن اللي بيجي 400 طن يوميا. الطاقه التصميميه للمصنع فعلا هنا 600 طن بعد رفع الطاقه التصميميه ورفع الكفاءه. بتاخد من مراكز ايه؟ باخد من اجا ومدغامه. يعني هنا بيشتغل اجا ومدغامه. فاللي بيجي لي حوالي 400 430، ولسه حوالي 160 170 طن يوميا. هنا بنعمل ايه هنا؟ ده يا فندم المخبوزات اللي جت معايا من اصناف الكنز ببدا اصنفها هنا واوزعها بحيث ان هي ايه؟ الكنز بتباع بسعر لوحده، الكرتون بتباع بسعر لوحده، البلاستيك بتباع بسعر لوحده، فانا بجمع الحاجه بتاعته وبجهزها للبيع يعني. هو بعد ما يخلص الكنز بتكبس الحاجات دي كلها وتتباع بلف مخبوز. ده المخبوزات بتاعت الصاج كلها اتكبست بالشكل ده وبتروح بعد كده اعاده التدوير واستخدامها في المصانع اللي بتعيد استخدام الحاجات دي. في مكينة فرم الارض ايه اللي زي ما قلت لحضرتك ان في مواد بيبقى فيها محتوى حراري عالي اللي هي بيبقى عباره عن بلاستيك، اكياس بلاستيك، حاجات زي كده اللي هي اي حاجه طالعه من مشتقات بترول وفيها محتوى حراري عالي، بعيد ان انا استخلصها تاني وابدا ان انا ابيعها لمصانع الاسمنت كوقود بديل للفحم. احنا الهدف كله ان احنا بنستعيد استعاده الموارد، بدل ما تبقى عبء عليا ان انا اتخلص منها واجيب لها مساحات ارض كبيره، انا بحاول استخلص كل ما يمكن استخلاصه من المخلفات بحيث ان انا اعيد استخدامها تاني. ده المنتج النهائي للارض اف اللي هو المفروم. كل المحتويات بتاعه اللي فيها كالوريز او فيها محتوى حراري عالي بتيجي على مكنه الفرم في الاخر وتتفرم وتطلع بالشكل ده، عشان ده بيتباعه وقود بديل لمصانع الاسمنت بديل للفحم. استثمار لكل حاجه طلع من كيس القمامه. طبعا المخلفات بيعاد استخدامها، ده يا فندم استعاده للموارد الطبيعيه. وان انا احقق مكسب ان انا ما اهدرش ارض كتير.